بعد كل انتخابات في تركيا يبدأ التساؤل هل سيتغير منهج أردوغان في الحكم؟ تساؤل طرحته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية من خلال تقرير بعنوان هزيمة أردوغان الانتخابية تشعل حملة على المعارضة. الصحيفة تقول إنه وبعد 6 أشهر من الانتخابات البلدية التي سجلت خسارة كبيرة لحزب أردوغان في اسطنبول وأنقرة وغيرهما من المدن الرئيسية، يستمر الرئيس التركي في نهجه ومعاملته مع المعارضة دون محاولة تجاوز الانقسامات السياسية، مضيفة أن أردوغان لم يتخذ حتى الآن خطاً توافقياً واضحاً والشواهد على ذلك كثيرة. كان آخرها القرار الذي اصدرته محكمة جنائية في اسطنبول بالحكم بسجن المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول، حكم مدته 10 أعوام بتهمة الدعاية الإرهابية وإهانة رئيس الدولة عبر تغريدات ومنشورات لها على مواقع التواصل. فاينانشال تايمز وصفت كفتانجي أوغلو باليد اليمنى لإكرام إمام أوغلو العمدة الجديد لإسطنبول ومهندسة فوزه برئاسة بلدية أكبر المدن التركية، مضيفة أنه وبينما تقول الحكومة التركية إن نظامها القضائي مستقل، تقول المعارضة إن أسلوب وتوقيت والحكم الصادر في حق كفتانجي أوغلو توضح عكس ذلك وتجعل منها قضية سياسية بحتة. يشار إلى أن كفتانجي أوغلو اتهمت الحزب الحاكم الذي يقوده أردوغان بجعل القضاء التركي ساحة خلفية لتصفية حساباته السياسية وفق قولها. ملوك الشيخ العربية.